السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ترند صاحب بركات. ترند ممكن يكون متأخر كتير جدا، بس الموضوع بدأ يحصل مشاكل وبدأت في حاجة الناس كلها عارفاها اسمها اتفاقية سيداو. الاتفاقية دي اللي احنا مش عارفينها، أو حقوق المرأة، وبيتكلموا على حق المرأة ولازم الست تاخد حقها زيادة عن اللزوم. فظهر في من يوم 17 نوفمبر فبراير 17 2 يوم الخميس على قناة ام بي سي مصر مع النجم عمرو أديب، الإعلامي عمرو أديب، دكتور سعد الدين الهلالي، بيقول على الزوج أن يدفع أجر لزوجته مقابل الرضاعة. ده أول حاجة، منشط خبر في جريدة أهل مصر اليوم، طبعا خدوا العنوان عشان يشد الانتباه. على الزوج أن يدفع أجر لزوجته مقابل الرضاعة. الزوج هو مسؤول عن تدبير الأعمال المنزل والخدمة المنزلية، مش واجب على الزوجة. الزوج مهتم بالزوجة فقط، الزوج مهمته الزوجة مهمتها الزوجة فقط، مش جاية تخدم الزوج، تمام؟ والمفروض الزوج يدفع أجر لزوجته مقابل الرضاعة. الزوجة لها حق السعي في المال والمكتسب من بعد الزواج، وده رأي الفقه، ولو ما بيتطبقش بيبقى ظلم للمرأة. هو هل ده ظلم للمرأة ولا المرأة تاخد حقها زي اتفاقية سيداو اللي بيقول لك ان الست مش نص المجتمع، الست المجتمع كله؟ دي المشكلة اللي احنا بدأنا نواجهها، وبدأ يظهر عليها حاجات كتير جدا، وبدأت في ستات بتتكلم بالقاعدة بتاعت ان الست ليها حق في كل حاجة، وان هي لازم تاخد حتى حقها الكامل في الشرع، يعني مش في الشرع، حقها الكامل في الورث، ان الابوها توفى تاخد زي اخوها، ونسيوا بقى الاسلام ونسيوا الدين. ويطلع دكتور سعد الدين الهلالي استاذ في الفقه المقارن وبيدي حق الستات وبيقول لهم انتوا ليكوا حق عند الرجاله لازم تاخدوه منهم. هل بقى ده اللي ما ينصوص على اتفاقيه سيداو وحقوق الستات، والستات تاخد حقها مننا بالعافيه، وندفع لها اجر على الرضاعه، ندفع لها اجر على تدبير المنزل؟ واللقاء بتاع الدكتور سعد الدين الهلالي وانا بتفرج عليه مع عمر اديب بيتكلم، بيقول ان الزوج هو المسؤول عن تدبير المنزل، تدبير ادوات الترويق وكل ده الزوج مسؤول عنه، والزوجه لو هي ما بتعملش ده في بيت ابوها فملهاش حق ان هي تعمله في بيت جوزها. طيب والزوج مسؤول ان هو يجيب واحده تخدم، طب لو الزوج ما يقدرش فلازم يدفع لزوجته. طب يعني هو انا ما اقدرش اجيب واحده تخدم، فهجيب لزوجتي واحده، ولا هذا الراي يختلف معاه فقه؟ ولا انا عايز افهم، انا واحد اهو بني ادم بسيط، انا عايز افهم هل ده فقه ولا لا مش فقه، ولا ما مش فاهمينه صح. وطبعا السؤال هيروح لاهل الستات والستات كلها اللي هيصت، وقلنا الهدف من الموضوع ده ترند، بس هو جاب الترند وطلع ترند الدكتور سعد الدين الهلالي، والناس كلها عرفت من هو دكتور سعد الدين الهلالي، رجال العلم على راسي من فوق. بس هل الموضوع ده حقيقي؟ والست ليها حقوق احنا مش بنديها، ولا اتفاقيه سيداو عايزه تتطبق واحنا مش عارفين نطبقها؟ او اتفاقيه سيداو الناس عارفه كتير ان هي مخالفه للشريعه الاسلاميه ومخالفه ضد الاسلام، بسبب عايزه يعني اتفاقيه سيداو دي زيها زي حاجه كده، ما يعني مجعلظة في بعضها، معناها حق المرأة الكامل المتكامل، ان الست تاخد كل حاجة زي الراجل. يعني بيقول لك الست مش كمية عدد، الست نص المجتمع، لا هي الست المجتمع كله. دي اتفاقية سيداو اللي منصوص عليها من 1994 اللي مصر مضت على اتفاقية سيداو، وكان كتير من الناس هاجموا الاتفاقية، ولكن هي بتطبق بالتدريج. وكان الدكتور جميل علام اتكلم على الاتفاقية دي وناقش فيها ان الاتفاقية دي غلط وحرام، وان في نصوص منصوصة على الاتفاقية دي تدين
تيجي على المرأة وتيجي على الستات وتيجي على أي راجل. بس المشكلة إن الناس ما بتبصش على كده. طبعا الستات فرحت وانبسطت وهيصت ودلوقتي بيتكلموا على حقهم بقى بقوة شوية زيادة عن اللزوم. يعني جينا في الخلع دلوقتي في ستات بنسمع عنها إن هي بتخلع جوزها، اقول لك حاجه، وهي عايشه في الشقه، اصل بيشخر، اصل ما اعرفش بيشنك عليا، اصل بيعمل. والقانون الجديد ضرب الزوج للزوجه كمان، اللي هما بيناقشوه ان ممكن اي ست انت ضربتها دلوقتي تاخدك تطلع بيك على المحكمه. خلاص يعني احنا ما بقاش لينا لازمه كرجاله، ولا مش فاهمين. والستات بتحاول طبعا، يعني انت لو قلت للست حقوقك القانون بيديكي حق ان انت تاخدي وتاخدي 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 وتاخدي. هيجي علينا يوم من الايام هنلاقي الست بتاخد زي الراجل في كل حاجه، زي ما احنا شايفين الستات بتصعد لمناصب عاليه. احنا مش بنقلل من الستات، بس احنا كمسلمين الستات ليها حقوق عندنا اكتر من بره. الستات متكرمه في الاسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كرم الستات في الإسلام، وفي رواة كتير ستات عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة، وما لولا السيدات، يعني هم نسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم ستات. إحنا مش بنكره الستات، إحنا الستات هي رحمة من عند ربنا عز وجل، وربنا جعلها رحمة. وكلمة رحمة من عند ربنا دي جاية من الرحم، يعني ست عندها رحم، فربنا عز وجل جعلها رحمة، عندها الأنوثة، عندها الابتسامة، عندها العاطفة، عندها الحب، عندها الاشتياق، عندها التربية، بتربي، بتأكل وبتشرب وبتصنع رجال، كل ده موجود. هي دي الست. مش معناها ان انا بتكلم دلوقتي بقول ان انا ضد الستات، لا، انا بتكلم ضد اتفاقية سيداو المنصوص عليها 1994 ان الست ليها حق زي الراجل بالظبط في كل حاجة حتى في الورث. ده اللي بيتنصب، اللي بيتنط، اللي بيتكلموا عليه وعايزين يعملوه، عايزين يعملوا يخلوا الستات تاخد حقها زي الراجل. والدكتور سعد الدين قالها خلاص كده وجابها علنيا وطلع، والستات دلوقتي كلها هتقول لك اهو الفقه الاسلامي بيقول ان احنا لينا حق، مش هنخدم في بيوتنا وانت هتخدم. ومشاكل كتيره بتحصل، وناس ممكن بتحصل معاها وبتحصل معايا شخصيا. مراتي ممكن ساعات تقول لي ايه، مش هروق لك الدولاب، روق الدولاب انت عشان تحس ان انا بتعب ازاي. مثلا شويه الزيت يقع على البوتاجاز، نظف البوتاجاز، معرفش. الاول كانت بتطلب المساعده، دلوقتي بقت لو ما عملتهاش تحسسك ان انت مجبر عليها. وده اللي هم حبوا يوصلوا له ووصلوا له خلاص الحمد لله يعني، ومش عارفين ايه اللي بعد كده جاي. الستات عايزه ايه مننا بعد كده؟ مش عارف. فده هدف ترند صاحب بركات، نطلع بالترند ده بقاله فترة طبعا، شهر اتنين، ويمكن انا الواحد بس مشغول بشوية حاجات ومشغول بمشاكل، بس كان الموضوع ده لازم اتكلم فيه. بس في الاخر اختمها لكم بحاجة حلوة واحدة قالتها، زي ما في راجل قال ان يعني زي ما الراجل زي ما الدكتور سعد الدين قال ان الستات لها حق ولها ولها ولها، في ست واحدة دكتورة اسمها ياسمين عز قالت الراجل ده هدية ليكي من ربنا على الأرض فحافظي عليها، الراجل نعمة كبيرة من ربنا أنعم عليكي بيها، والسعادة سعادة المرأة في وجود الرجل. اللي بتقول إن من أول ضربة طلقها دي مش بتحبك ولا طايقك، صاحبتك صح صاحبك ده مش هيجيب لك كل صاحبتك دي مش هتجيب لك كل شويه عريس. يعني الراجل هو ظهرك وامانك وحمايتك، الستات زي ما بيقولوا يا سي فلان، ودي جايه من سيدي وتاج راسي، من برنامج كلام الناس مع
السعادة الزوجية. شكرا للدكتورة أستاذة ياسمين عز للمرأة، شكرا للبروف سعد الدين إن هو نصر المرأة علينا أزيد من اللزوم بالفقه، والفقه هو الإسلام، مش عارفين إيه اللي جاي بعد كده. شكرا لكم، كان معكم صهيب بركات من ترند صهيب بركات.